فمن هاي العوامل، العوامل ممكن أن تكون عوامل خطر اللي هي إنه ضعف الشخصية، عدة ضغوط في وقت واحد. لكن هو ممكن انه يبدي من المدارس البذره، انه التوعيه تبدي من هناك، لكن الطالب اللي وصلنا انه يكون ما واعي او تعرض لضغوطات او ظروف اكثر تؤدي به الى هذه الحاله لا سامح الله. فاحنا نتمنى انه هاي الندوه تكون ندوه اخرى مستقله لمسؤولين الارشاد في الاقسام كافه، حتى نوعيهم انه كيفيه توعيه طلبتهم او تزويدهم مثلا ببوسترات او باوربوينت ممكن انه ينقلوا، علما انه البوستر انا اقول لا يفي بالغرض مثل ما هسه مثلا الكلام العامي او الكلام اللي هو يكون اقرب الى قلب الطالب ويدخل بسرعه ويستوعبه، وقد يكون يطرحون ظواهر او شغلات اخرى ما كنا نتوقعها انه يجوز اثرت عليهم، قد تكون اسباب مثلا في الكليه نفسها، وقد تكون اسباب في الشارع او اسباب في المجتمع او في البيت نفسه. نحتاج هذه الندوه تكون تثقيفيه وتوعويه رقم واحد للمسؤولين، لانهم بدورهم راح يوصلوها للطلبه ان شاء الله. بمناسبة الأسبوع الثقافي الأول لقسم العلوم التربوية والنفسية قمنا بمبادرة صغيرة ابتسم فأنت أجمل لما يمر به عراقنا الحبيب ومجتمعنا العراقي من ظروف، لنشر الابتسامة في أروقة كليتنا. بمناسبة الذكرى 28 لتأسيس قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للعلوم الإنسانية، وضمن اليوم الثاني للأسبوع الثقافي الأول للقسم، قدم القسم عديد من الفعاليات متمثلة بإلقاء محاضرة عن الانتحار وأسباب الانتحار وطرق التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها، وكان هناك نشاط توعوي ثاني تقدم به طلبة القسم للتوعية حول أهمية البيئة الجامعية وطرق الحفاظ عنها، ونشاط ثالث
مقدم من قبل طلبة القسم أيضا بعنوان ابتسم أنت الأجمل، يهدف إلى زرع الابتسامة على وجوه طلبة الكلية.